زارت قناة صلاح الدين موقع العمل في مشروع بناء ملعب تكريت الأولمبية، والذي تستمر الأعمال فيه بوتيرة متقدمة. وأكد القائمون على العمل أن الحادث الذي وقع قبل أيام لم يؤثر في سير الأعمال في المشروع، وأن الشركة المنفذة تواصل أعمالها وفقا للعقد المبرم، نافين وجود أي حالة وفاة في الحادث. مشروع تصميم وإنشاء ملعب سعة 30 ألف متفرج في محافظة صلاح الدين، بلغت نسبة الإنجاز في حاليا 42% تقريبا. المشروع يتألف من عدة مكونات، المكون الرئيسي به هو الملعب الرئيسي سعة 30 ألف متفرج، إضافة إلى ملاعب تدريبية ثانوية عدد 2، أحدها 500 متفرج والآخر 2000 متفرج، إضافة إلى فندق سعة 75 غرفة 4 نجوم، مع أعمال السايت ومواقف السيارات والباركينج والمقتربات وغيرها من الخدمات. هذا المشروع راح ينفذ إن شاء الله أو جاري تنفيذه بموجب المواصفات العالمية الفيفا. هذا المشروع يحتوي على كميات كبيرة من الكونكريت لجاري أعمال الصب بها، آلاف الأمتار المكعبة. في أحد السكشنات وأثناء عملية الصب، أحد الدعامات أدت إلى زعزعتها وانبعاجها يعني وفشلها، أدى إلى هطول السقف أثناء عملية الصب، هطول القالب الخشبي بالأحرى وليس السقف، مما أدى إلى حدوث ضرر. هذا الضرر يعني باشرت الشركة فورا يعني من يعني ثاني يوم بعملية إزالة المتضرر من عدة، يعني الحمد لله والشكر كخسائر بشرية ماكو. عندنا 3 مصابين إصابات طفيفة، تم نقلهم إلى المستشفى وتم إرجاعهم مساء نفس اليوم لمبيتهم في الموقع العمل. قمنا بصب أحد أسقف أحد مقاطع الملعب اللي هو متكون من 10 مقاطع أصلا، فبدينا الصب الساعة 7 الصبح. الساعة بالوحدة الظهر لما وصلنا تقريبا إلى نص السقف، واحد من الجكات الدعم اللي موجودة بالسقف انهار، فتحولت الأحمال إلى الأجزاء الثانية من الجكات، فحدث انهيار بعض مناطق الصب الحديثة اللي أثناء الصب، فانهار جزء من السقف حوالي 2 أو 3 خانات انهارا، والأجزاء البقية واقفة. فإحنا قمنا مباشرة من اليوم الثاني قمنا بعملية تنظيف وإزالة الأجزاء المتضررة بالكامل، وأما الأجزاء الباقية فقمنا بعملية الكيورينج مالتها، عملية الإسقاع، ورفعنا القالب يعني بعد مرور الفترة المعدة يعني لرفع القالب، والآن السقف مثل ما تشوفوه السقف المتبقي ما بي أي مشكلة وجاهز، والمنطقة اللي قمنا بإزالتها وقمنا تنظيفها وتقطيع حديد التسليح من عندها بالإمكان الآن نعيد القالب الخشبي لها ونعيد حديد تسليحها ونكمل عملية الصب.